أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الموضوع هاد الناس هادو اللي من 2011 تصدر في حقهم واحد القرار عاملي على اساس انه ما ياخذوش الماء والضوء بناء على ان هادشي في التراب الوطني كاع كله. هادي ماشي جماعه مولى عبد الله مستقله بذاتها انك تفتي واحد الراي. رسلنا السيد العامل ودرنا ليه ملتمس وكان محاضر كتشهد على هاد المساله هادي، كنقطة أساسية مآل تزويد الدواوير بالماء والكهرباء. الملتمس على السيد العامل، والسيد العامل اجتهد واجتهدنا كاملين الجماعة على أساس أن احنا ما كنبخلوش على هذه القضية، ودرنا إعادة الهيكلة المجموعة ديال الدواوير باش نتغلبوا على هذه المعضلة هي الماء والكهرباء، لأنه هذه مادة حيوية أساسية معيشية حياتية ديال الإنسان اللي ما يمكنش أنه غادي أنت غادي تحرموا منا، ما يمكنش. وهذا الضيم وهذا الشيء جماعه مولى عبد الله والاعضاء ديال جماعه مولى عبد الله هما ماشي في غياب تام على هاد الناس هذا، ولكن كاين قرارات لكثر من جهدنا حنا، ولكن حنا كنتغلبوا باعاده الهيكله ديال جميع الدواوير. وكانت فيها البحاره، كانت فيها الهواوره، كانت فيها سعد الدراع، كانوا داروا الخضار، زادوا شي دواوير اخرى مجاوره، وتعطات واحد الدفعه اخرى بملايير اللي باش يتغلبوا على هذه المعضله اللي هي قضيه ديال الماء والكهرباء باعاده الهيكله، لان البناء العشوائي كي الطابع ديالو حتى ولو احنا مقبلين على ان باش نديروا واحد النوع نموذجي في المدار ديال جماعه مولى عبد الله كلها باش يتغلبوا عليه القضيه ديال اعاده الهيكله. هذا هو الاساس في هذه المساله، وحنا ماشي في غياب تام على هاد الناس وهذا، حنا درنا نقاط اساسيه وكاينه محاضر كتشهد في هذه القضيه، ودرنا ملتمس السيد العامل ورحنا غادي نحسنوا، كنحاولوا ونجتهدوا ونحسنوا الوضع. دوزيام ايطاج انتم بلغتوا بغيتوا تبنيو تهدموا لي عاد جاكم قرار بالهدم، يعني عندكم جهه ديالكم علاش تخليتوا وصل الدوزيام عاد غتدريبوا؟ شوف كاينين الناس اللي مشرفين على هذه المراقبه ديال البناء، ماشي الجماعه وحدها اللي مكلفة بالمراقبة، كاين بعض الجهات الأخرى اللي تساعد وتدعم الموقف ديال الجماعة في الحد من البناء العشوائي. ولا داير بناء عشوائي مثلا بواحد شي طريقة أو مجموعة من الطرق، راه كتصدر في حقه قرارات محكمين ديال الهد، كتوقفوا كتعلم السلطات وإلى آخره كتعلموا. ولكن الى تعذر المساله راه كاينين الناس اللي غادي ياخذوا. شوف كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو، وراه كاين قرارات محكميه اللي كتخاط في حقه الهدم او مخالفه او كذا او كذا، الا في حاله ما الا كانت عنده مثلا نوع ديال الاصلاح، نوع رخاص اللي كتتخول ليه الحق ديال البناء. موقف احتجاجية سلمية ما فيها لا شغب ولا شي حاجة، كنطالبوا بالحقوق ديالنا. حنا 50 وحنا هنايا ما عندنا لا ما لا ضو، وليداتنا كيقراو على الشمعة، البيار كتوكح ما كنلقاوش الماء، والناس كلهم مضرين من الماء والضو. وليداتنا عندهم مشاكل ديال الحساسية، كيشوفوا كنديروا لهم الشمع، ديما مخنوقين، ديما غاديين بهم للسبيطارات. جينا عند الرئيس كيقول لك حنا انا ما عنديش، ماشي مشكل ديالي انا، المشكل ديال العامل، داكشي من عند الملك اللي جاي، الملك اللي كيقول لكم انا ما عاطيهمش تيديروا العشوائي. علاش ما عندناش حق؟ علاش حنا ماشي مواطنين؟ حنا كاع مواطنين، جينا على ورقه شهاده السكنه 5 سنين وحنا ساكنين هنا ولا 6، ما عندنا حتى حقوق، حنا ما عندنا حتى حقوق ما عندنا. انا من المتضررين، كنت منا من السلطات المحليه والسلطات المسؤوله ومن رئيس الجماعه يعطيونا الماء والكهرباء
وراه عيب في القرن 21 الناس 2016 هذه باقيين كيسقيو الماء من طرومبا وكنضوي على الشمع. بنادم كيبغي يشارجي غير التليفون ديالو ما كيلقاش. وحنا متضررين بزاف وكنتمناو من السلطات المحليه ودير اكبر جماعه وجماعه مولاي عبد الله انهم يعطيونا حقنا في الضوء وحقنا في الماء. وعاش الملك وعاش الملك. هاد الناس راه مشرفين على هادشي، خصنا نحتجوا ونديروا شي ملف مطلبي. الناس من حقهم، من حقهم من 2011 هو مع لا مال ضو، وكيقول لك بان السكنيات تقادمت وباقي انا محروم من الماء والضو. حنا عندنا ضيم في هذه المساله هذه، انا مع هذه المساله، ولكن الحلول الناجحه والناجعه في هذه المساله هذه، حنا درنا نقطه في جدول الاعمال وناقشناها ودرنا ملتمس كما كنعاودها ثاني السيد العامل. والسيد العامل راه وقف على هذه المساله ودار اعاده الهيكله للمجموعه ديال الدوائر باش نتغلبوا على هذه المعضله ديال الماء والكهرباء. حنا سايرين وسايرين كنحسنوا في هذا الوضع هذا.